شكون اللي تيعرف يستعمل ورق الزيتون في الحساسيه؟ تيتغلى اما تيتبخر مع الماء واما الدخان فوق الججمر وتنشبه. اللي عنده الحساسيه تتمشي الحساسيه، اللي عنده حساسيه العين، حساسيه الجلد مفيد جدا، حتى الامراض الجلديه. ورق الزيتون ماده ضد السرطان وماده معقمه وماده ضد السوسه. اللي عنده ورق الزيتون تيدقون فوق السوسه، سمحوا لنا الا كانوا الناس اطباء الاسنان هنا، فهو تيحيد لاكاري السوسه، متفقين؟ اذا لا درتي مع العسل ودرتي فوق السوسه تيقتل السوسه، هو حر ومزيان لاجونسيف. يستعملوا بان دو بوش، يغليه مع الزعتر ومع شويه القرنفل، يديروا بان دو بوش، مفيد جدا. اذا القريب المتناول، واخا القريب المتناول ماشي كله قريب لنا، واخا نعم وغير مكلف، نعم وفيه الرحمه، حيت انت شوفوا في شهر الزيتون تشوفوا في القران الكريم، في العسل تشوفوا في القران الكريم، وتربحوا الاجر واحياء السنه واحياء الطب النبوي ان شاء الله. اذا فاوراق الزيتون هذه من الفوائد. فناس اللي عندهم اللي تعرفوا يستعملوا اوراق الزيتون، عيب يكون عندنا الربو في هذه البلاد. تتبخر مع شويه الماء ومع العسل وتتشرب، نقدروا نضيفوا العرقسوس، نضيفوا له اشياء اخرى، واخا ونستعملوه 4-5 المرات في اليوم فهو مفيد. مزيان اللي عنده التونسيون، تيهب التونسيون، اللي عنده التونسيون طالعه، تيتغلى وتيتشرب. مزيان اللي عنده السكري، السيده عندها السكري منذ مده اكثر من 15 سنه، عينها بدات تعيا ورجليها بدات تعيا، سبحان الله بدات تتبع اوراق الزيتون مع ازير والشيح من بعد الاكل، وتبعت الوصفه ديال قريص النحل مع العسل، عينيها بدات تصفى، بدات تشوف افضل، رجليها بدات ترتاح، بالخصوص السكر بدات ينزل. البارح قالت لي وصلت ل 0.82، صفر قل من غرام، قالت لي ما عمرها ما عشتها. ان شاء الله هادشي كله مع الاخوه راه عندهم مطبوعات ونعطيكم هذه الاشياء من بعد. اذا فاوراق الزيتون مغلى مع العسل تيهبط التونسيون تيقوي القلب. كذلك نقدروا وتيهبط الوزن. ورق الزيتون ماء ازير الا خديناه مع الماء ومع العسل تيهبط الوزن وتنقي الكلى، تنقي المصارن وتقوي الذات. ورق الزيتون مع ازير مغلى مزيان لاسينيزيت. عندنا مواد كثيره مفيده جدا، خصنا تعلموا نستعملوها ان شاء الله. غنحاولوا نوضعوا مطبوعات، والاخوه الكرام راهم في النصيحه باذن الله، وهذه المطبوعات حاولوا نوجدوها حتى نعمموا هذا الوعي بشكل صحيح. اذا هذه اوراق الزيتون، اوراق الزيتون اللي تيربي النحل، عندنا ناس ولاو تيبخروها وتيبخروا بها الصندوق تاع النحل. قال لك ذاك التونيا وذاك الامراض ما بقاتش. اوراق الزيتون تنبخروا به النحل والنحل تيبرى من الامراض. اذا علاش نستعملوا احنا السموم من الادويه والكيماوي من الادويه؟ سبحان الله، ما معنى الكلام؟ اذا اما عقولنا جامده تفكر بعقل الاخرين، الى الكافر تيفكر في بلاصتنا اذا غادي يعطينا الشيء اللي غادي يبغي هو. إلا كان حسن النية غادي يعطينا من الحرام، بحال الكحول، بحال الخنزير، بحال هاد الأشياء. ولا كان حقود ما 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 نبيع لك حتى تخلص، مزيان؟ ولا خلصيت يعطيك الشيء اللي يبقى في الأدوية باش قادم من مريض. إذا لا ثقة فيه. بالعكس حنايا ماشي ضد نشيرو من عنده، إلا باتنا المصلحة، ولكن حنا نكونوا سيدي المواقف. حنا اختاروا اللي يصلحنا بإذن الله تعالى، مادام طبيعي موجود إن شاء الله الخير يعم بإذن الله تعالى في قوة والراحة إن شاء الله. إذا أوراق الزيتون، زيت زيتون كل شيء تعرفها، وزيت زيتون زيت خاد على الريق، معلقة كبيرة إلى 3 المعالق. اللي مولف تياخذ 3 المعالق ديال زيت زيتون على الريق وما ياكل إلا من بعد 3 السوايع، ثم ياخذ الماء المغلى بشكل صحيح ونقي ماكلته، ما عمر ما يعرف امراض المفاصل، الارتروز والسياتيك والامراض، والجلد تيتنقى وتيتقوى، ما عمر ما يعرف البواسر. وكله زيت زيتون ضد السرطان. وعندنا ناس استعملوا زيت زيتون بشكل صحيح مزيان، انه تيلوحوا الصفوريه وتيصفيوا الكبده بها، تيصفي الكبده زيت الزيتون. كذلك تنصحوا الناس يرقدوا الثوم 100 غرام في اترو ديال زيت العود. الناس استعملوه، جاونا ناس عندهم الدقه الربو مزيرين، كاين اللي مزير منذ اسبوعين، عطينا قطره ديال زيت الثوم وشربوا ودهن به في البلاصه تحل من بعد 4 ساعه. ماده ضد الربو. الناس حاليا العائلات يعترفوا
انه الثوم رقد بزيت العود انه احسن انتيبيوتيك في البيت، احسن سيرو في البيت، تيهب التونسيون، تيصفي الكبد، تيعاون الكلوة باش تلوح الحجر اللي فيها، تتعاون تيعاون باش يلوح تلوح باش تصفي الكبدة وتصفي الكلاوي مزيان، ومزيان البواسر دهنا وشربا، ودهنا بالنسبة لي كورباتور للرياضيين المفاصل، مزيان الروماتيزم، ومزيان تساقط الشعر، وتيقطر في الأذن إلا كان ألم الأذن، تيقطر في الأنف إلا كانت الحساسية، وهكذا أكثر من 50 فائدة. والاخوان يزيدوا يعمقوا معكم المجال ان شاء الله، كي متبوعات في هذا الاطار وتبارك الله عندهم تجربه كبيره في هذا الاطار، يزيدوا يتوسعوا معكم في هذا المجال. كذلك انه من المرقد يقدروا يرقدوا بزيت العود، كاين نفع مزيان دهن وشراب ومفيد للكبد، كاين ترقدوا كذلك الحلبه مزيانه لتساقط الشعر والاورام دهن، كذلك نرقدوا زرعه الكتان، قدروا متى رقدوا زرعه الكتان فهو زيت مزيان للكلوي ومزيان الكبد ومزيان السرطان ومزيان الاورام ومزيان التوازن الهرموني. رقدوا الخزامه مزيان الاذن ومزيان التوازن الهرموني، دهنا وشربا مزيان وتقطيره. كذلك رقدوا ازير مزيان لاسيونيزي تقطيره. قدروا رقدوا عده فوائد صحيه موجوده، بحال مثلا كي تيقض الحرمل، مزيان الروماتيزم السياتيك. انا تنفضل السانوج حيت في حديث نبوي، السانوج رقدوا ما 300 غرام حتى 400 غرام في ايترو تاع زيت العود، ونخليه جوج ثلاثه اربعه خمسه الاسابيع، احسن علاج للشقيقه ومفيد للخصوبه دهنا لجميع الجسم، وتقطر به الانف للزكام والحساسيه، ومزيان للربو دهنا. سبحان الله الخير كله موجود. نعم، اذا هاد الدهون كلها تكون عندكم، وان شاء الله ولو زيت العود دير 100 درهم نشريوها ان شاء الله، ونشجعوا الفلاح ونعلموا وليداتنا يستعملوها اكثر من الوليدات ما تيبغيوش زيت العود، حيت الامهات ما تيبغيوش زيت العود، تتخلي الريحه قالوا. ايوا السرطان شكون اللي مريض به؟ العائلات هما المريضين به بزاف. ما ياكلوا ثومه، ما ياكلوا حلبه، ما ياكلوا زيت العود، فين بغا تمشيو؟ والجلد نعم؟ لا المارغرين. الله يحفظ. نعم. اذا اوراق الزيتون، زيت العود، الماء المرجان، وغادي نفاجئكم ملي تنعصروا الزيتونه تتعطينا سائل فيه الزيت والماء، ياك الماء تيهبط هو المرجان والزيت تاع الفوق هو اللي تناخذوا تنستعملوه، ثم تعطينا الماء المرجان وتعطينا الفطور العظم مع القشور تاع الزيتونه. العظم ديال الزيتون كاينين الناس يدقوه وتيكحلوا به، كاين الناس يبخروا به مزيان اللي عنده الضيقه والربو. كثير عندكم عندهم الحساسيه ديال النيف وعندهم الربو، شكون فيكم اللي تعرف يبخر اوراق الزيتون من جهه او العظم ديال الزيتون من جهه ثانيه؟ عظم الزيتون سنتعلموا نعلموا الجميع يتجمع ويتطحن والغبره ديالو نزيدوها في الماكله، وشوفوا صحتكم كي تكون من بعد. لا هي لا عظم التمر تلوحوه، وعظم التمر لو تعلموا سولوا الفلاح مني عظم التمر تيجمعوا تيعطيوه البهايم، اللحم تطلع رفيعه جدا. ما غاديش ناكلوكم انتم ما لاش كفيه، فقط انه باين على انه في املاح صحيه او مواد مفيده جدا مزيان. فعظم الزيتون تعلموا نطحنوه بعد ما نقليوه شويه، وعظم التمر مادام جبنا النواه تيطيب في الفران بلا ما يتحرق مما لاش كفيه، تيدار قويلب تيحيد لي غاز اللي عنده لي غاز لي بالونمون مزيان. اذا فهذا النواه تاع الزيتونه. كاين الفيتور، الفيتور انا تنفضل المعصره ميتا تلوح داك الفيتور تتبيعو 30 فرانك الفرارن، وتعطي تيام مخير اللي تعرف يطيب به، او ماني الفرارن تيطيبو الخبز يعطي ريحه مخيره في الخبز. انا تنفضل عجنوا به، خذوا داك الرطب وعجنوا به الخبز وتشوفوا الخبز كيكون. وانا تنفضل الفيتور عجن به خير تعطي ريحه، راه زيتون هذاك تاع الزيتون. اذا فاللي كاين هو الفيتور. الفيتور قلنا على انه التغربيله الاولى تتكون رطبه، هاد التغربيله الاولى خلطوها مع شويه الصفر البيض وزيت العود، ديروها للبواسر، قتله للبواسر، والبواسر كثيرين عندنا وعلى الاستعجال
كل أطلي بجوج مفيد جدا. كذلك الفطور مع الثوم مشوي والبصل مشوي ديروا على المفاصل اللي عنده الارتروز او ديروا على البخال اللي عنده الضيقه. بصل مشوي والثوم مشوي مثلا 7 حبات ديال الثوم مشوي، بصله مشويه مثلا 4 ديال الفطور، خلطوا داك الشيء مزيان وديروا على الصدر والظهر، ديروا على الكلاوي، ديروا على المائده، ديروا على المفاصل، تنقي الجلد وتقوي المفاصل مزيان. عندي ناس واحد كان عنده السرطان الله يعافي الجميع، عطيته يفرش الفطور يفرشه وينعس عليه وعاد يغلفه بالفطور مره اخرى فوق منه، واخا قال لي يسخن جسمه كله تقوي الجسم. انا تنصح الرياضيين او الناس اللي عندهم مع الاستحضارات التحضير تاع المواد للرياضيين ان يديروا منه دي بلاك اما بوحدو او مع ازير. ازير معروف عند الرياضيين وغالي خصوصا في اوروبا، او مع الفيكوس او مع الاعشاب او مع طحالب البحر او الاخوه العشابه عنده افكار طيبه ان شاء الله ممكن يوجدوا منه دي بلاك. اقسم بالله تعالى هذه اذا حسن الاستعمال في فهم نديرهم دي بلاك اللي يعملوا البلاك 500 درهم حتى اعطيو الرياضيين وتشوفوا لي بلاك الالم ديال الرجل اللي تتكون عندهم في البلاصه باذن الله.